لك مرحبا بكم من جديد الى هنا ملعب امادو غونب كوليبالي في كوروغو. طبعا نهايه حزينه لمشاركه بنقطتين، مشاركه نعتبرها متواضعه. المنتخب التونسي لم يحقق الهدف المنشود وهو تاهل او الهدف المرسوم لجانب الكابتن شريف القادري، الهدف المرسوم قبل المشاركه الذهاب بعيدا على اقل شيء المربع الذهبي. اليوم المنتخب التونسي كوتش يخرج بطريقه مخيبه منذ الدور الاول. قدر الله ما شاء فعل. الهدف نتاعنا كان واضح من بدايه الدوره، كانت عندنا ايمان بالمجموعه اللي قادرين نعملوا نتيجه افضل من هذه، ايجابيه نمشيوا لابعد نقطه، اقل شيء في اهدافنا كونوا نوصلوا لدور نصف نهائي. ما كناش موافقين رغم تحضيراتنا كانت في افضل الظروف، تحملوا مسؤوليتنا كامله. اليوم يظهر لي المباراه كما شفناها، كنا قادرين باش نحطوا الفارق خاصه في الشوط الاول، حاولنا نشطوا الهجوم باقصى ما يمكن من عدد من اللاعبين، خلقنا تفوق عددي على الأريقة على اليمين على اليسار. ما كناش موافقين مرة أخرى من الناحية الهجومية، بقدر ما معناتها كي تملك أنت اللعب ولا البوزيسيون ما تعنيش بالضرورة التجسيم. ما عرفناش كيفاش نتعاملوا مع الضغط اللي كان مسلط علينا الأقصى درجة. طيب كوتش خليني نفعل معاك، صحيح الاستحواذ اليوم أفضل وامتلاك الكرة أفضل، لكن ما شفناش فرص سانحة يعني، وهذا في مباراة حاسمة، في مباراة كاس، في مباراة مصيرية يعني، باستثناء كرة الشويني الأخيرة بالراس ما شفناش يعني كرة تهديد وفرصة هدف واضحة. كانوا يمكن ما نوفقكش برشا نافع، كانوا ثم على الأقل ثلاثة فرص في الشوط الأول كانوا واضحين، الرفعة نتاع كشريدة نتاع رفيعة صحيح. مرة أخرى نأكدوا لي من الناحية الهجومية كانت عندنا بعض المشاكل في 30 متر الأخيرة، وين لازمنا نكونوا أكثر سرعة أكثر فاعلية، ما عرفناش كيفاش نتعاملوا مع المقابلة. لكن خلينا نكونوا واضحين، مشاركتنا هذه خاصة بداية الدورة، المباراة الأولى خلات أثر كبير على الجانب الذهني والجانب المعنوي للمجموعة كل، ما كانش من المفروض أن نهزمه في المباراة هذه، حاولنا نرد الفعل. مباراة مالي كنا أفضل، اليوم كيف كيف كنا أفضل، لكن الجانب الهجومي ما كناش ناجحين. طيب الجانب الهجومي كناش ناجحين، لكن كنت تحدثت معك وسألتك السؤال هذا في تونس لما الإعلان عن القائمة جلال، وفي المباراة الأولى منتخب تونس من مباراة مصر الودية وما تلاها نوع ثاني، يعني هذا المنتخب اللي تشتغل معه منذ سنتين يعني كوريا اليابان الودية ساوتومي ثم ملاوي ثم المباريات الودية قبل كأس العالم، وكأنه في نسق تنازلي وما قدرش يلقى نفسه المنتخب في سبع مباريات على التوالي. كونه دخلنا في مرحلة صعبة أكيد نوافقك، لكن مش بالطريقة هذه. احنا في نهاية الأمر في نوفمبر قمنا بزوز انتصارات في تصفية كأس العالم وإحنا متصدرين المجموعة تاعنا. شوف راهو نحكيو على الطريقة في الأفريق، أنت تشوف معنا اليوم صحيح نتحملوا مسؤوليتنا كيف ما قلت لك، نعاود لك مرة أخرى ما لقيناش الثوابت نتاعنا من الناحية الهجومية خاصة في السرعة، زاد الجانب المهاري في الفترة هذه نقص لبعض اللاعبين على خاطر التون جو نتاعهم، ونعاود نأكدها راهو الفريشار نتاع اللاعبين وقت اللعب في النوادي نتاعهم كان عائق كبير بالنسبة لنا. احنا حاولنا نجهزوا المجموعة، ما نحبش نكون قاسي مع اللاعبين نتاعي على خاطر كل حد فيهم حاول يعطي أكثر ما يمكن من الموقع نتاعه، ما كناش موافقين نتحملوا مسؤوليتنا. سؤال أخير جلال، مستقبلك مع المنتخب التونسي نعرفك تحلى بشجاعة بعد كأس العالم والفوز على بطل العالم والخروج بأربع نقاط، قدمت استقالتك ورفضها هناك مكتب جامعي، اليوم بعد عدم تحقيق الهدف المنشود قرارك جلال؟ واضح قراري، عندي عقد أهداف مع المنتخب، إذا ما نوصلوش للنصف النهائي باش ينتهي العقد هذا وعادي جدا. المهم الإنسان يكون راضي على الفترة اللي قدمها، اجتهدنا أكثر ما نجموا نقدموا للمنتخب هذا، المجموعة كانت مثابرة، المجموعة حاولت تمشي لقدام، حابين نفرحوا الشعب التونسي، ما توفقناش عادي جدا، معناتها باش نتحملوا مسؤوليتنا. آخر معنا آخر مباراة مع المنتخب التونسي جلال، نتمنى لك التوفيق، هذا هو قرارك؟ هذا قراري وهذا عقدي. إن شاء الله كل التوفيق في قادم الاستحقاقات، بارك الله فيك جلال. شكرا لك. هارد لك طبعا للمنتخب التونسي.